طيب بمناسبة بقى الإرهاب والعصفورة، خلينا نروح النهاردة لحادثة كبيرة جدا حصلت في لندن. الهيئة الوطنية للخدمات الصحية في بريطانيا النهاردة أعلنت عن ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع في محطة مترو غرب العاصمة لندن إلى 22 مصاب بينهم أطفال، وإن الإصابات دي مش خطيرة وإن هي مش مهددة للحياة، ده بخلاف إنه الشرطة البريطانية نجحت إن هي تبطل مفعول قنبلة تانية. مساعد مفوض شرطة العاصمة البريطانية لندن قال إن الانفجار تم باستخدام عبوة ناسفة، وقال إن التقديرات الحالية للشرطة بتقول ما عندهاش أي معلومات مين عمل كده، وإن التحقيقات لسه مستمرة، وإنه بيتم الاستماع للشهود العيان وتفريغ تسجيلات المراقبة في الكاميرات الموجودة في المنطقة، وقال إن خبراء من جهاز استخبارات يشاركون في هذه التحقيقات، وقال إنه أي حد من الشعب البريطاني أو الشعب اللنداني كان موجود في الشارع وقتها وعنده معلومات أو صور أو مقاطع مصورة متعلقة بالحادث المفروض إنه يقدمها للسلطات عشان تساعد في هذا الأمر. ومن المقرر إنه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي هترأس اجتماع للجنة الأمن والطوارئ كبرى على خلفية الحادث عشان تشوف الدنيا راحة فين. إحنا قلنا من زمان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقبليه حتى الرئيس مبارك وكل حد في الدنيا طول الوقت بيقول انه صدقونا الارهاب والتفجيرات عمرها مهما خلقتوها علشان تبقى موجودة في منطقة الشرق الاوسط هتعدي وتتسرب وهتيجي لقلب عواصمكم. النهاردة اللي حصل في لندن انا مش عاوز ابرر بيه اللي بيحصل في مصر ولا اللي بيحصل في اي حتة في الدنيا، لكن فرق انه مصر على رغم كل هذه الحرب الطاغية ضد الارهاب الحمد لله احنا ما نضربش في قلب العاصمة بالشكل ده ابدا، الحمد لله ويا رب ما يحصل ابدا. الحاجة التانية لازم أسئلة نفضل نسألها طول الوقت لبعضنا، إن هو لندن المدينة أو العاصمة المصممة المصرة طوال الوقت على إيواء الإرهابيين على إيواء الإخوان وبتتلدع كل شوية لحد إمتى؟ هو صحيح الحقيقة مفيش شماتة في الموضوع، لكن كمان بعض الباحثين والمراقبين ربطوا ما بين اللي حصل النهاردة وما بين المؤتمر اللي تم تنظيمه امبارح في العاصمة لندن للمعارضة القطرية، وربط وربط الحقيقة ربما يكون منطقي لأنه بعض النواب وبعض السياسيين الإنجليز والأمريكان اللي شاركوا في هذا المؤتمر أدلوا امبارح بشهادات مهمة جدا عن أن هم إزاي اتعرضوا لضغوط من سياسيين مختلفين علشان ما يحضروش هذا المؤتمر وما يدوش شرعية لجبهة المعارضة القطرية. جبهة المعارضة القطرية اتكلمت وفضحت النظام القطري، بعضهم كمان قال انه قطر فتحت ارضها للمخدرات الايرانيه، بعضهم قال انه لابد من تغيير النظام وسموا حد مكان تميم، وكان الجزء الواضح من الموضوع اللي هو ارحل يا تميم. تميم النهارده بالمناسبه كان بيلتقي المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل وتم استقباله استقبال الحقيقه من الجاليات العربيه هناك استقبال مهين جدا لما استقبلوه بالموز في قلب شوارع العاصمه الالمانيه برلين. لكن المهم جدا انك تشوف انه الامير تميم امير قطر ما زال مصر على خداع الوطن العربي كله. يا جماعه الناس دول لما بيتكلموا مع اللي بره بيقولوا حاجات واللي بيتكلموا معانا بيقولوا حاجات تانية، يعني الجزيره وقنوات الاخوان يقول لك قطر الصامده الامير الصامد لن يستجيب لمطالب الدول الاربعه. فيجي تميم النهارده وهو قاعد مع ميركل يقول لها لا لا انا عندي استعداد اقعد على الترابيزه واتناقش معاهم واقبل شروطهم. فانت بتخدع مين؟ ما هو اذا كان انت عندك في وكاله الانباء القطريه تقدر تخبي وتزور وتقول بيانات غير صحيحه، ما اعتقدش ان الصحافه الالمانيه او الصحافه العالميه هتنقل تصريحاتك بشكل غير دقيق. فبالتالي هو تميم قدام ازمه كبيره جدا قدام حتى شعبه اذا كان شعبه يرى، وقدام اعلامه وجزيرته واخوانه اذا كانوا شايفين، لان هو بيقول لهم صامدون لا تفاوض مش هننفذ الحاجات دي، ايه الكلام الفارغ ده؟ بينما لما يطلع يتكلم مع الامريكان او يطلع يتكلم النهارده مع انجيلا ميركل المستشاره الالمانيه بيقول لها لا انا عندي استعداد اتفاوض وهقبل الشروط وكل حاجه تمام، هم اللي مش عاوزين يتكلموا معايا. هي دي الفكره، نفس الخدعه اللي حصلت وقت المكالمه اللي دارت ما بين او اللي جرت وتمت ما بين تميم وبين العاهل وبين الامير محمد بن سلمان لما تم تحريف مجمل هذه المكالمة في بيان لوكالة الأنباء القطرية. وحاول تميم أن يبدي أمام جمهوره إن كان ليه جمهور أصلا أو أمام إعلامه في الجزيرة إن هو لم يسعى للمصالحة ولم يسعى لطلب التفاوض وإنما من سعى هي الدول الأربعة. إذن قطر في مأزق الحقيقة، كل شوية عامل زي مستنقع بيغرق.